صباحك فل يا حاج. صباحك قشطة إن شاء الله. دنيا والله عجزت حمامة. ما هو الحال من بعض يا حاج. عندك حق، ادينا بنعدي في الايام والايام بتعدي فينا. ربنا يديك الصحه. هتيجي منين الصحه يا حاج والهموم بتزيد يوم ورا التاني والواحد مش ملاحق عليها؟ انت ولادك اخبارهم ايه؟ الحمد لله البنت الكبيرة اتجوزت وخلصنا من مشاكلها. ليه؟ هي عمرها قد ايه؟ اهي ماشية في الـ18. مش استعجلت على جوازها؟ الجواز سطرة للبنات يا حاج في الزمن الاخضر ده. عندك حق. بقول ايه يا حاج؟ الواد حسن ابني هيخلص السنة دي مدرسة الصنايع، يا ريت تشوف له شغلان عندك في المصنع. يا سلام، غالي والطلب رخيص. يا سلام يا حاج. استغفر الله، ربنا ما يحرمناش منك يا حاج ويبارك لك في ولادك. اهي الدعوة دي هي اللي محتاجها منك. صباح الخير يا حاج. نارك قشطة. لو سمحت يا سيد، عايزك تشوف الراجل بتاع التليفونات وتاخده وتروح على البيت عند اختك. من عينيا يا حاج. مش تستنى ما اقول لك هيعمل ايه. هيصلح التليفون. لا، التليفون سليم، انا عايزه يشيل كل الفيش اللي في البيت ما عدا الفيشه اللي في اوضه اختك والفيشه اللي في اوضه عبد الوهاب. يعني يشيل كل الفيش اللي في اوض البنات والصلاة؟ اديك فهمت. ليه؟ هو حصل حاجة كفالة الشر يا حاج؟ لا ما حصلش حاجة، بس البنات كبروا يا سيد، وزي ما انت شايف انا طول النهار برا البيت والاحتياط واجب. ما تخافش يا حاج، بناتك متربيين احسن تربية وما يتخافش عليهم. انا عارف، بس الامر ما يسلمش. وعلى رأي المثل، كل عين وقدامها صباع. حتى التليفون شلتوه من اوضتي؟ انت هتعملي ايه بالتليفون؟ هكلم صحابي. لا اصبري بقى على رزقك، اما يبقى هما يكلموك يبقى ردي عليهم. حرام عليكم اللي بتعملوه فيا، رمت عليكي عشتك. مش لما اعرف الاول انت عملتي ايه. استنى يا اخ استنى. اي خدمه تانية؟ كتر الف خيرك. الف شكر يا استاذ. اتكل انت. اتكل انا كمان يا حاجه. لا تتكل ايه، اقعد معايا اشرب شويه شاي. لا شاي ايه، انا سايب الحاج لوحده في الوكاله. هي سنيه مالها قاعده في البيت ليه؟ والله ما اعرف يا سيد. لا اكيد في سبب. ايه الحكايه؟ ده انا مخي ده هيوج، ما حدش بيقول لي. يعني الحاج ما قالكيش؟ هو الحاج ده بيقول حاجه؟ ما انت عارف اللي في دماغه ما حدش يعرفه الا هو. اه سبحان الله في طبعه. المهم انت عامل ايه؟ الحمد لله اديني عايش في مورستان. ربنا يسامحك بقى. النهارده في الاسانسير وانا راجعه من المدرسه وخدت منه نمره التليفون اهي. بعد ايه؟ هو ايه ده اللي بعد ايه؟ مش دي اللي انت كنت عايزاها؟ بابا شال فيش التليفون من اوضنا كلنا عشان محدش فينا يتكلم. مش معقول. يعني ايه بقى انا مش عارف اتكلم؟ وانت اللي كنت هتكلمي مين؟ محدش ضامن الظروف.
اهلا اهلا ماما. اقول لك على حاجه بس قصري. عايزه تعرفي ليه بابا مرضيش يخلي سنية تروح المدرسه؟ ليه يا بت؟ اصل سنية اختي بتحب جارنا اللي تحتينا ابن الوزير. يا مصبتش السودة، جابش الكلام ده منين يا بنت؟ هو كان بيكلم بهيرة على سنية. كان بيكلمها يقول لها ايه؟ ما سمعتش حاجة، أنا بس عرفت كده وكده أقولك. أنا هوريك يا سنية. بنت ايه؟ اوعي تخبصي على حد تاني يا بنت. مش هقول شكك ضربة. مش عارفة أعمل ايه؟ هأتصرف ازاي؟ أنا عندي فكرة هايلة. فكرة ايه؟ هقول. روح يا مايلة على اوضتك يا مايلة. يا ماما في ايه؟ انتي حسابك معايا بعدين. لا حساب ايه يا ماما؟ انا ما عملتش حاجة. عملك اسود ومنيل. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما؟ في ايه يا ماما؟ حكايتك ايه بقى يا ست سنية؟ حكاية ايه يا ماما؟ حكايتك مع سنابيل دي اخرتها. انا توقفيني مع ابوكي الوقفة دي؟ انت ليه كتم في قلبه وساكت؟ انا ما عملتش حاجه غلط يا بنت. ما تخلينيش اقوملك. طب ايه بس اللي حصل؟ انا اللي عايزه اعرف ايه اللي حصل. مش انتي يا اختي بنتي حبيبتي؟ ها بنتي الطيبه حبيبتي الكبيره حبيبتي وانا امك اللي تهمني مصلحتك. ابدا يا ماما ما فيش حاجه. نبيل بيحبني وانا بحبه. ايه بقى الغلط؟ لا ما فيش حاجه غلط. الغلط بقى انك ما جيتيش قلتيلي من الاول عشان افطمك قبل ما تروحي تقابليه. ما هو انا كنت ناوي اقولك بس بابا ما ادانيش فرصه. انت بتتلقمي عليا يا عين امك. لو كنت ناويه تقولي كنت جيتي قلتيلي من الاول. طيب يا ست الكل اديكي عرفتي تقدري تعملي ايه بقى يا اختي. هو اللي ناوي يعمل ايه؟ نبيل ناوي يتجوزني طبعا بس مستني لما يخلص الكليه. يعني هو قالك كده؟ ايوه يا ماما. بنتي حبيبتي انت هتحكي لي على كل حاجه يا اختي. انت كنت بتقابليه فين؟ في الاسانسير. يا لهوي. قفلي على الموضوع ده احسن لك. لو عايزه الليله دي تعدي على خير. هو يعني الكلام مش اخد وعطى؟ مفيش كلام اخد وادي فيه معاكي يا عبدو. مش كده، البنت كبرت ومحققه تتجوز. تتجوز ولا تدور على حل شعرها؟ الكلام ده ما يتقليش. انا بنتي متربيه. متربيه؟ انهي تربيه دي اللي تخليها تركب عربيه مع شاب غريب؟ هو ذبح، ما غلطت واتحاسبت وخلصت. بعد ايه؟ بعد ما فضحتني. يا عبد ربنا ما يجيبش فضايح ولا حاجه، الواد غرضه شريف. واللي غرضه شريف ليه ما جاتش خبط على الباب؟ مستنى ما يخلص وياخد الشهاده. الله يرحم. كنت نسيته اللي جرهت والدفاتر تنقرا. انت دوختني وراك السبع دخات، لا طايله سما ولا طايله ارض ولا عارفه حتى امتى هتتكلم. الله يمسيك بالخير يا سيد يا اخويا. بيقول لي الجدع ده انا مش مطمن له. اهو هيخلى بيك. غيرش بقى انا صعبت عليك، قلت لي هتجوزك اما ربنا يسهلها. بقى يا راجل اللي ترضاهولي انا، ما ترضاهوش لبنتك. صوابعك مش زي بعضيها يا فاطمه. يعني ايه يعني؟ مانيش فاهمه. مش جايز الواد ده بيلعب بيها. جايز وجايز كمان يكون عايز يتجوزها. طب ايه المطلوب مني؟ ايه المطلوب مني؟ عايز افهم. انزل اخده بالحضن واقول له معلش يا حبيبي حقك علينا احنا غلطانين، تعالى خد بنتنا تحت امرك. حد قال كده دلوقتي؟ امال عايز ايه؟ انا مانيش عايزه حاجه. انا عايزاك تبقى هادي بس وما تنكدش على البيت بس. يعني اللي عملته غلط؟ لا، اللي عملته ده عين العقل. والبت هي قاعده، اما يعوز هيجي يتقدم لها وخلاص. وهنعرف ازاي؟ اهو كلها شهرين والامتحانات تخلص والميه تكدب الغطاس. بس على شرط. اشرط زي ما انت عايز. البت تفضل مرزوعه في البيت، باب الشقه ما تعتبوش لحد ما يجي المحروس هو وابوه يطلبوا هديه، وساعتها هقدر اعرف ميتهم ايه. اكيد اكيد في سبب اللي بيها يقعدوها من المدرسه.
جايز ناويين يجوزوها يا توحه. وهي كل واحده هتتجوز يقعدوها من المدرسه؟ وهي محتاجه العلام فيا حبيبي، دي الفلوس على قلبهم ما شاء الله تلون تلون. بس فاطمه اختي كانت متغيره حبتين، كان ازاي اللي فيه في نفسها حاجه وكتماها ومش قادره تقولها، وكمان بنت سنيه مزاعه وايدها، مش دي سنيه اللي بتضحك وتهزر. جايز عايزين يجوزوها غصب عنها. افضل قول لي جايز ومش جايز، جايز ومش جايز، لحد ما البنات العرسان يخطفوهم واحده ورا الثانيه ونطلع احنا من المولد بلا حمص، عارف بقى ساعتها ارقد فيها اموت. يا وليه يا وليه، قلت لك 100 مره كل شيء اسمه نصيب، اسمه نصيب. عارفه اسمه نصيب، اسمه نصيب، بس ربنا قال اسعى عبد ونسعى معاه. طب وطي حسك، وطي حسك احسن بنتك تسمعك، مش عايزين نفتح مخها على الحاجات دي من دلوقتي، عايزينها تذاكر. ما تخافش، فاطمه عريسها عندي. ويطلع مين بقى؟ يا ترى نشنت على مين يا فلحه؟ عايز حاجة تانية يا حبيبي؟ لا متشكرة ماما. طيب تصبح على خير. ماما. نعم. هو انت لسه ما عرفتيش بابا طلع سنية من المدرسة ليه؟ عشان عيد ميلاد البت بنت الوزير اللي راحته من ورا باين ولا ايه؟ طب واشمعنى طلعها هي بس؟ طب ما نوفا وبهيرة كانوا معاها. عشان هي العاقلة الراسية الكبيرة اللي كان لازم تعقلهم. ما اعتقدش ان ده سبب، اكيد في حاجه تانية. ولا تانية ولا تالتة، ما انت عارف تحكمات ابوك. لا لا بابا ما فكرش بالطريقه دي، اكيد في حاجه مهمه قوي. انت عارفه حاجه مخبيه عني؟ انا يا اخويا لا مخبيه ولا عامله. وبعدين يعني انت شاغل نفسك ليه؟ ما تخليك انت حلو كده في مذاكرتك كده. طيب طالما بقى دي نظرتكم ليا، فانا ماليش دعوه باي حاجه تحصل في البيت ده، ومن هنا ورايح هخليني في حالي احسن. لا تعرفوا عني حاجه ولا انا عايز اعرف عنكم اي حاجه. انت هتخاصمنا ولا ايه؟ هي ناقصه الحكايه، ده مرار ايه اللي انا فيه ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ها خير؟ عملت ايه؟ الحمد لله نجحت وبتقدير جيد كمان. يا ما انت كريم يا رب. مبروك يا خضير، الف مبروك يا ابني. الف شكر يا حاج. عبد الوهاب عمل ايه؟ والله ما اعرف يا ابني، هي نتيجته ظهرت؟ اكيد كل الكليات نتيجتها ظهرت. ناجح ان شاء الله يا حاج. تحب اروح اشوف النتيجه؟ لا لا بلاش. مبروك يا حسين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا عبد الوهاب. المهم قول لي انت عملت ايه؟ انا طلعت بعلمين، مع اني اخ كنت بذاكر كويس. المذاكره لوحدها مش كفايه يا عبد الوهاب، لازم يكون عندك اقتناع وحماس بالدراسه اللي انت بتدرسها. بس انا اللي اخترت الدراسه دي. ايوه اخترتها وانت عارف انك ما بتحبهاش. ده بتاع ربنا. لا اسمح لي بقى، ده يبقى اسمه تواكل. ولكل مجتهد نصيب. انت كده عبد الوهاب بتضيع وقتك ونفسك وحياتك. بس انا عملت اللي علي. عملت اللي عليك من غير ما تعرف انت عملته ليه. مش فاهم. وهتفضل مش فاهم ما دام ما عندكش هدف عايز تحققه. انا هدفي اني يبقى لي كيان، شخصيتي المستقله. يعني ايه شخصيتك المستقله؟ يعني الناس تعرفني بشخصيتي انا، ما يقولوش ده ابن الحاج عبد الغفور. هي دي عقدتك اللي منعاك واللي هتفضل تمنعك يا عبد الوهاب انك تكون حاجه. يا ريت يا ريت بقى تنسى انك ابن الحاج عبد الغفور وتشوف طريقه. ما هو ده اللي انا بحاول اعمله فعلا. بس بتعمله بطريقه غلط. ما تهربش من نفسك يا عبد الوهاب. لازم تحدد الاول اللي انت عايز تعمله وتعمله. حتى لو كان اللي انت عايز تعمله ده قريب من اللي بيعمله الحاج عبد الغفور. مش يمكن يا اخي تتفوق عليه؟ وبدل الناس ما بتشاور عليك وتقول ابن عبد الغفور، تشاور عليه هو وتقول ولد عبد الوهاب. انا عايز يكون لي طريق غير طريق ابويا، انا ما اقدرش انافس ابويا. ابوك كان بينافس ناس اكبر منه ومع ذلك تفوق عليهم لانه عارف طريقه كويس. ابويا بدا من الصفر، كان شغال صبي عند الحاج سردينه، ابويا اتمرمط كتير، انا ما اقدرش اعمل زيه، انا حاجه ثانيه. يعني ايه بقى حاجه ثانيه؟ سكت ليه؟ شفت؟ شفت ازاي يا عبد الوهاب ما انتش قادر تجاوب؟ لانك لسه ما اكتشفتش نفسك. انت عارف يا حسين انا بفكر في ايه؟ بفكر اسافر بره، ادرس هناك، وجايز كمان قوي ما ارجعش الا لما اكون نفسي وابقى حاجه كبيره. اه
انت عاوز تهرب بقى. اهرب من ايه؟ من نجاح ابوك طبعا. سنية، انت يا بيت؟ بيت يا سنية؟ ايوه ايوه يا ماما. نعم يا ماما. هي مش كل نتيجة الكليات ظهرت؟ ايوه. تسألي ليه؟ وسي اسمه ايه بتاعك ده عمل ايه؟ نجح يا ماما. انت عرفت منين يا بيت؟ بهيرة اختي قابلت ميرفت اخته وقالت لها. طب ولما الحمد لله اسم الله عليه نجح ما جاش يتقدم ليه؟ يا خوفي اللي يطلع كلام ابوكي صح ويبقى بيلعب بيك. ايه بس يا ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عارفه انت ليه واخده فكره وحشه عن نبيل. يا اختي انا لا واخده فكره حلوه عن نبيل ولا واخده فكره وحشه عن نبيل، انا بس كل الحكايه بسال ما جاش يتقدم ليه؟ مكسوف اسم الله يعني ولا ايه؟ لا يا ماما مكسوف ايه بس؟ بس هو يعني هيجي يتقدم لي بالشهاده، مش مستني لما يتوظف. والوظيفه دي بقى تيجي امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله قريب. ما انت عارفه ان ابوه يعرف ناس كبار قوي واكيد اكيد هيلاقي له وظيفه كويسه. بص يا بنت انا هقول لك على حاجه، احنا ولا نستنى ابوه ولا حاجه، عارفه احنا نعمل ايه؟ انا اكلم لك ابوك يعينه عنده في المصنع. بقى عايزه ابني الوزير يشتغل عند ابويا. يا جيل الوزير وسنين الوزير، فلقتونا بالوزير. وزير ايه يا ام وزير؟ ده وزير بيروح وزير يجي، في حد قد ابوكي قاعد ومترسق في الوكاله؟ ده 100 واحد يستمنوا يخدموه، 100 واحد يستمنوا بس يقولوا صباح الخير وهو معدي. والله ما انتوا عارفين امتى ابوكوا دي ايه. عشان خاطر يا ماما بلاش السيره ديت، احنا مش عايزين مشاكل. مشاكل؟ من دلوقتي مرعوبين وبنرجف من المشاكل؟ امال هنسيبهم ازاي يا اختي؟ الحقيقه رئيس مجلس الاداره ما تاخرش، كان لطيف جدا، اول ما كلمته عنك قال لي انك تروح له بكره باوراقك. يعني ايه تعين؟ امال انا بقول نبيل ايه ضريه من الصبح؟ وقال لحضرتك على المرتب؟ حوالي 300 جنيه. ايه؟ 300 ايه؟ وهم 300 جنيه دول يعملوا ايه؟ احمدي ربنا يا دريه، اللي بيتعين في الحكومه ما بيحصلش على الربع المبلغ ده. وهم ال 300 جنيه دول يفتحوا بيت؟ البركه بقى في ابو العروسه. انت لسه ناوي على الجوازه دي؟ في احسن منها يا بابا. العروسه ولا الجوازه؟ لا الجوازه طبعا. بصراحه بقى العروسه دي مش نازله من زور. انا مش قادر افهم هي مش عاجباكي ليه. اصلها بلدي قوي. وماله عجباني. طب يعني فينك كده؟ وبعدين معاك يا ميرفت وده وقت هزار. انت بعد ما تستلم الوظيفه تروح تقابل الحاج عبد الغفور. انا لوحدي يا بابا؟ حاجه عجيب، وخايف كده ليه؟ هو هياكلك؟ لا بس المفروض ان حضرتك اللي تروح. انا بروح له بعدين لما ابوها يوافق. يوافق؟ هو ممكن ما يوافقش؟ ما اعرفش، لكن كل واحد له حساباته. حساباته ده ايه؟ هو يطول انه يناسب ابن وزير؟ يا دريه يا دريه ارحميني بقى، قلت لك مليون مره وزير سابق. ولو يعني هو لو طلع ولا نزل ايه؟ ولا حاجه، حته مليونير. قلت لك يا مصطفى الفلوس مش كل حاجه. امال ابنك عاوز يتجوز بنته ليه؟ يا جماعه يا جماعه ما تخرجوش عن الموضوع. لا ده هو ده بقى الموضوع. ما علينا، انتوا بكره تروحوا تخطبوها، واوعوا اوعوا توافقوا على اي شرط من شروطهم. شروطنا احنا بس هي اللي تتنفذ. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. امال فين الحاج؟ اي خدمه؟ انا كنت عاوزه في مساله شخصيه. لا مؤاخذه، مش سعادتك الوزير اللي ساكن عنده؟ ايوه. طب اتفضل استريح يا سعاده الباشا، اتفضل. هو الحاج مش موجود؟ الحاج لسه دلوقتي ماشي راح المصنع. وفين المصنع ده؟ حاج عبد الغفور. اتفضل يا سماحة. لباظ يا فندم. اتفضل سيادتك. شكرا.
يا فندم. اهلا بك يا ابني. مصطفى اه طبعا يا فندم اتفضل. الحاجة يا فندم عنده اجتماع. قدامه كتير. دقيقة واحدة يا فندم. بس الكلام ده معناه ان المشروع شديد. يعني لما تشوف بس بقيت الكلام ايه عشان ايه في حاجة خضر؟ في واحد بره عايز حضرتك. مين ده؟ أستاذ مصطفى عبد المطلب. اه ده الوزير اللي ساكن عندي. تحب اخرج له حد؟ لا لازم نكمل اجتماعنا. معلش قول له استنى شوية واعتذر له عن كده. ها يلا. حاضر. ما تنساش تقدم له حاجة. حاضر حاضر. ايه قلتوا ايه؟ النوع ده من الحديد محتاج مكان تاني يا حاج. طب والمكان ده نجيبه منين؟ من اليابان. يلا على بركة الله. يعني ده كلام يا فندم؟ اجيب لحضرتك القهوة وانا اللي اشربها؟ معلش يا ابني اصلي انا ممنوع من شرب القهوة. طب يا فندم اجيب لحضرتك حاجة تانية؟ لا لا قلبي شرب يا ابني. كنت بقول حاضر حاضر يا فندم. ثانية واحدة. بس كده مشروع كويس يا حاج. انت شايف كده يا فهيم يا فندم؟ اه لا مشروع شديد. لا فكر كويس ده هياخد في وشه 10 مليون جنيه. ايوه ما هو هيردهم في ظرف سنتين يا حاج. يلا الخيره فيما اختاره الله. ايه يا ابني؟ وقف لي زي الزنهار كده ليه؟ كل شويه رايح جاي رايح. ايه في ايه؟ سياده الوزير يا حاج. يا نهار ابيض انا شغلي خدني ونسيته خالص. خليه يتفضل. مع السلامه انتوا يا باشمهندسين. السلام عليكم. السلام عليكم. مع السلامه. طيب يا حاج اتوكل انا على الله. لا استناني عند خضير عشان هنروح سوا بعد كده على المكان. ماشي يا حاج. اهلا وسهلا. اهلا سياده الوزير. اهلا وسهلا. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خطوه عزيزه يا مصطفى بيه. تحب نقعد على المكتب ولا هنا احسن؟ هنا احسن. اتفضل. عدم المؤاخذه خليتك تستنى غصب عني. كان عندي اجتماع مهم. وبعدين سيادتك جيت من غير ميعاد سابق. انا قعدت مع السكرتير شويه. سكرتير؟ انت فاكر الواد خطير ده سكرتير بحقه حقيقي؟ لا ده ابن اخو الحاجه، ابن اخو الست بتاعتي يعني. واد شاطر، فجاه الصيف بيجي يشتغل هنا عندي، هو لسه في كليه التجاره. بس واد شاطر يعجبك؟ اه بالحق. اخبار نبيل ابنك ايه؟ الحمد لله خد الليسانس. عال عال، الف مبروك. معانا بقى جاي لك عشان خير. عايزه يشتغل عندي هنا انا ما عنديش مانع. لا ما هو نبيل اشتغل في بنك واستلم وظيفته النهارده. طب عال عال ربنا يوفقه. انت قلت لي انك جاي لي علشانه، بخصوص ايه؟ احنا طالبين القرب منك. كده خبط لازق؟ طب مش لما يقعد في وظيفته وياخد نفسه ويترستق؟ كلامك مظبوط يا حاج. انا ما كنتش موافق ان هو يتجوز، كنت عاوز يستنى لغايه ما يكون نفسه، انما لما عرفته حاطط عينه على مين قلت عنده حق. يا ترى حاطط عينه على انهي واحده في بناتي؟ الكبيره يا حاج. ثانيه؟ مظبوط يا حاج. تشرب ايه يا سعاده الوزير؟ لا ما فيش داعي. لا 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 انت اوعى تفتكر ان احنا في الوكاله. الوقت حمامه كنت تخاف منه يمكن مش غاسل الفناجين، لكن هنا مصنع كبير. تشرب ايه؟ الف شكر. ماشي. قلت يا حاج والله الموضوع ده عايز قعده، وانا شايف ان ما ينفعش الكلام هنا. هنا مكان شغل. ما عنديش مانع. تحب نقعد انت بكره في البيت عندي الساعه 9:30 بالليل؟ ماشي. وهو كذلك. بس العريس لازم يجي معاك، عايز اخد ودي معاه في الكلام. طبعا يا حاج استاذن انا بقى. خطوه عزيزه قوي، ولو انك تعبت نفسك وضربت مشوار سقع. اديني شفتك وقعدت معاك يا حاج. عارف لما الواد خضير قال لي انك عايز تقابلني افتكرت انك جاي لي ليه؟ افتكرت ايه؟ افتكرت انك جايب لي شغلانه سقع. راجل سوقي بصحيح. قال ايه؟ قال عنده اجتماع ويمكنني انا في السكرتارية ساعتين. لا دي حاجة ما تطمنش. انت مش مالي ايدك من بنته؟ المهم ابوها مش هي. يا جماعة خدوه بالسياسة، ده راجل جاهل. جاهل اه لكن مش بسيط زي ما قلت لكم قبل كده. يعني ايه؟ انت قلقتني يا بابا. مش هيوافق؟ لو كان ده في نيته كان رفض انه يقابلك. بس الراجل ده محيرني.
ما تكبرش الموضوع قوي كده حتى عشان تعرفوا تتكلموا معاه. طيب افرض طلب طلبات احنا مش قدها، يعني هيطلب ايه؟ مهر وشبكه. وهو يعني ناقص فلوس؟ ده برستيج يا دريه. وهو اللي زي ده بقى برضه يعرف يعني ايه برستيج؟ لا الا كان يعرف فده يعرف كتير قوي، والا ما كانش كون الثروه دي كلها. انت لو شفتي المصنع بتاعه ولا مصنع الحديد والصلب. بصراحه انا مش مطمن. يا ابني خلي عندك ثقه في نفسك، امال انت محامي ازاي؟ دي اول واهم قضيه في حياتك. ربنا يستر. هخسر كتير قوي لو خسرت القضيه دي. مالكش حق يا عبد. يا لهوي ده انت عليك عمايل، كان لازم تقول لهم تعالوا بكره، كنت تقول لهم تعالوا النهارده وخلصنا، ده احنا ما صدقنا البنت تتسطر. بالهداوه يا فاطمه بالهداوه، ده مش سلق بيض. احنا لازم نشحتفهم شويه عشان يعرفوا ان المساله مش بالسهل. ده شغل السوق وانا عارفه كويس. يا اخويا شغل السوق ده ايه؟ هي دي كمان بيعه وشروه؟ دي جوازه. ده في نظرك انت، لكن انا عارف ومتاكد انهم حاسبينها بيعه وشروه. بلا كلام، ده بنوجه لحد عندك بنفسه. تمام، لو انا مكانه بقى ما كنتش عملت اللي هو عمله، كنت قعدت بقيمتي واخد معاد في البيت، لكن لان هو مش قادر يستنى وملهوف راح لي على الوكاله. ما قاليش في الوكاله، طلع على المصنع، واحنا ساكنين في بيت واحد تحتنا بدورين، يعني البيت اقرب. عايز تقول ايه؟ طمعانين فينا يعني؟ ما كانوش يطمعوا فينا. يطمعوا في مين يا فاطمه؟ يا عبده ده وزير. ده كان زمان، وحتى لو كان لسه وزير، انت عارفه لولا ان انا ملاحظ ان البنت متعلقه بالواد ولا كنت سالت فيهم. يا لهوي، لا اعمل معروف عشان خاطر البت، بلاش عشان خاطر البت، عشان خاطر انا يا عبده بلاش تشد معاهم عشان خاطر. بقول لك يا فاطمه، انا بنتي غاليه قوي، واللي عايز يتجوزها لازم ينسى انها بنت عبد الغفور البرعي، ويكون عايز يتجوزها لقيمتها هي نفسها. جالك كلام يا ماما؟ مش قلتلك ان نبيل مستني لحد ما يخلص الكليه ويتوظف؟ اصل انت ما تعرفيش نبيل معتز بنفسه قد ايه، ده عنده كرامه. انا بكلم نفسي من الصبح، انا مش عارفه اقدم لهم ايه. بس هما جايين الساعه كام؟ انا اعمل لهم عشاء بقى وخلص نفسي وخلاص. ومامته جايه معاه؟ ما تدبريني يا اختي، اعمل لهم اكل ايه دول؟ سريه محمد سريه، يلا عشان نروح الكوافير. هروح الكوافير. كوافير؟ كوافير ده ايه يا اختي اللي هتروحين؟ تفكرين نفسكم هتقعدوا معاهم؟ اجري يا بنت تنضفي المنبر المنقوع جوه. اجري منبر؟ ماشيها يا ماما كفته النهارده. بقول لك ايه يا ماما؟ هو ايه يعني لما نقعد معاهم؟ ما هم عارفيننا واحنا عارفينهم. بس تقدري ابوكي بقى ما عجبتوش حكايه القعاد معاهم دول. يا ماما ما هي برضه لازم توضب نفسها كده وتبقى مستعده، يعني يطلبوها تسلم عليهم الحاجات اللي انت عارفاها دي. هو مين دول اللي يطلبوه؟ اهل العريس. اللي جاي العريس اساسا وابوه. بس انا مش عارفه اعمل لهم اكل دول، ده انا احترت. معقوله يا ماما؟ معقوله بابا ما قالكيش هتعملي لهم ايه؟ بنت اديكي بالشبش. بتشردي خليكي معايا انا، قولي لي البس ايه؟ ولا اقول لك انا هنزل اشتري لي فستان جديد. فستان جديد؟ مين اللي هتنزلي تشتريه؟ ده انت اساسا ابوكي حلف ما انتش خارجه من باب الشقه. ليه يا ماما؟ مش خلاص؟ مش عرفنا خلاص ولا مش خلاص؟ حد عارف ابوكي ده؟ حد يعرف ايه اللي في دماغه؟ خارج الليلة دي يا عبد الوهاب؟ ايه يا ماما؟ في ايه؟ ضغطك فتحتها الليلة يا حبيبي. مبروك. ما سألتنيش يعني مين العريس؟ على بركة الله. نبيل ابن الوزير اللي تحتينا. ما قلتليش يعني رأيك ايه؟ المهم رأيها؟ هي إذا كان عليها هي هتشير من الفرحة. خلاص. يبقى على بركة الله. بس انا خايفه من حاجه بقى، خايفه لحسن ابوك يشد معاهم في الكلام، عشان كده عايزاك تحضر، اذا شد شويه تهد انت. وانا داخل ايه بالموضوع ده؟ مش اخوها يا ابني؟ انت حضرتك مش بتقول ان سنيه موافقه؟ وهو بموافقتها، ما انت عارف ابوك.
وعارف سنايه لما بتتشعبط في حاجه ما بتسيبهاش. ده بنت خايبه، ما شفتهاش عملت ايه لما ابوك طلعها من المدرسه. سنايه ما كانتش زعلانه عشان خروجها من المدرسه، سنايه كانت زعلانه عشان حاجات تانيه. حاجات تانيه ده ايه يا والد؟ ربنا يتمم بخير. ماما انا في ايه؟ هروح مع سنيه وريه الكوافير. كوافير ده ايه؟ وانت مين اساسا قالك انهم رايحين لكوافير؟ ما هم جوه بيلبسوا هم. ما يلبسوا هو باللبس، ما اللي لبسوه يقلعوه. ناخد راي ابوك الاول. الحاج عايزاك. ايوه. يعني ايه؟ انا مش قلت البنت دي ما تخرجش من البيت؟ جرى ايه يا فاطمه؟ انت مش عارفه تحكمي ولادك؟ وتتزوق وتتزفت ليه؟ مش الواد العريس ده شافها قبل كده؟ لا اله الا الله. فاطمه انا مش فاضي للمسخره دي. والكلام اللي قلته قبل كده هو اللي هيمشي، وانت المسؤوله. اه واسمعي، بلغي بنتك طول ما الراجل وابنه عندنا مش هتخرج من اوضتها. ايه؟ خلاص بقى انا مش فاضي، انا عندي شغل. خير يا حاج؟ مش تفرحنا معاك؟ ده لسه كلام بس يا سيد. والكلام على مين من البنات؟ سنيه. ربنا يتمم بخير. ومين العريس؟ ابن الوزير. حته واحده ابن الوزير؟ يا نهار اسود النيل. الله، هم مالهم ضاربين علاوي قوي كده ليه؟ بس يا ريت الحاج يوافق. كمان يا ريت الحاج يوافق. امال عايز يتجوزها ايه؟ مليونير؟ مش قلت لك يا ماما احنا مش قدهم. ما تقولش كده يا حبيبي، بكره ما تاخد شهادتك هتبقى قدهم وقدود. افضلي انت كده نامي واحلامي لما تصحي وتفوقي وتعرفي قيمه نفسي. يا راجل ده ابن خالهم واختك قلبها معانا. بس الكلمه كلمه الحاج. ايوه يا ماما، اللي بيقوله بابا ده صح. يا دي رايه، الداوية على الودان امر من السحر. بس الغريب يا ماما انهم ما عزموناش. لا دي كانت قرايه فاتحه بس يا بطه. عقبالك يا بطه يا بربوطه يا روح امك لما تنولي اللي في بالي. بلاش تقولي الكلام ده قدام البنت، بلاش. احنا عايزين بطه كده تتشطر وتكمل علامها. انت قصدك ايه يا ماما؟ لا لا ما قصدهاش حاجه، ما قصدهاش حاجه. روح انت جهزي العشاء، جهزي العشاء يلا بسرعه بسرعه. يا وليه يا وليه بلاش تقولي الكلام ده قدام البيت، بلاش تعشميها في حاجه لسه في علم الغيب. وربنا وربنا اللي خلق الخلق، ما حد واكسنا وجايبنا ورا الا انت. انا واصلة، انا اروح اشوف اللي ورايا بعد اذنكم. لازم تعرفي هبات، هقول لك كل شيء اسمه نصيب. عرفت ان كل شيء اسمه نصيب، بس الواحد يتكتك يخطط. يا سبحان الله، هو جواز بالعافيه يا وليه؟ هي القرابه دي شويه يا راجل. الحاج ما يعرفش غير مصلحته بس، ما يعرفش غير هات وخد، والحمد لله ادينا عايشين في خيره ومغرقنا ومغطينا. طب يكمل جميله يا بابنا شويه على وش الدنيا، بدل الهدوم اللي بقى لها عندي 10 سنين اغسل والبس فيها. كان يوم اسود يوم ما اتدبست فيك، يوم اسود. كان يوم ملوش ملامح يوم ما اتجوزتك. ربنا يسامحك يا فاطمه يا اختك، ربنا يسامحك. يا لهوي دي اختي دي ولا دي، ما مش عارف. ايه الجلاليب اللي انت بتطلعها دي كلها؟ خلصين ناويني اي جلابيه. يوم مش لازم تبقى بقيمتك قدام الناس. شوف الوليه، هي الجلابيه اللي بتعمل لي قيمه يا فاطمه؟ يوم انا عارفه قيمتك كويس، بس اللي جايين دول اساسهم منظر. تكونيش فاكرين ان انا هبقى العريس. فاشر عريس ده تجدع من 60 عريس. امال الواد عبد الوهاب فين؟ خرج من شويه. خرج؟ ليه؟ ما حدش قاله ان في ناس جايين يتكلموا علاقته؟ عارف وقايلاله. ما يكونش العريس مش عاجبه؟ مش كان يقول لنا وينورنا؟ اه قال لي ما دام اختي موافقه خلاص انا ماليش لازم. الواد ده محدش عارف ايه اللي بيدور في دماغه، لكن اللي انا حاسه انه ماشي بالمعوج. يا خساره، كان نفسي يتعدل. كان اعمل ايه بقى؟ اهو ده حظي في ابني الوحيد. بقول لك ايه يا عبدو، الواد ده لو جوزناه مش ينصلح حاله؟ يا ريت ايدي على كتفك. بس ده نجوزه مين؟ مالناش دعوه، هو اللي يختار. يختار ده ايه؟ ده احنا لو سيبناه لا هيروح ولا هيجي. هو حر، احنا مدينه حريته بالكامل. اما نشوف اخرتها مع ايه. طب انت كمل لبسك عقبال ما اروح اكمل بقيه الحاجه انا.
ثانية ثانية يلا عشان تفتحي باب لعريسك. عارفة يا سونسون أنا لو منك أقعد أغني عريسي جه. آه أنا جاية أهو. ترابستكتا عريسي جه. ترابستكتا أنا جاية أهو. ترابستكتا بتتريقي حضرتك؟ اجري اجري افتحي باب يلا. وأنا أفتح له الباب ليه؟ هو عريسي ولا عريسك؟ أيوه اقعدوا تعزموا على بعض كده لحد العريس يوزها ويخلعوا. يا سمي في دمكم انتوا الاثنين، واحده فيكم تقوم تفتح، انا ما اقدرش افتح الباب. يا اختي يا ننوسه مكسوفه؟ مش حاجه يعني. انا مش مكسوفه ولا حاجه، ما انت عارفه ان بابا محرج عليا اخرج من الاوضه دي. بقول لكم ايه، افتحوا الباب بسرعه، العريس هيطير. استنى استنى بس. نظيره فتحت الباب. فرش غالي لكن ما فوق الذوق. بس الشقه كبيره قوي. دول شقتين مفتوحين على بعض. بيقولوا ان عنده اربع عمارات. ده غير فيلا بشارع شجره الدر. يا اهلا يا مرحب. يا اهلا اهلا وسهلا يا حاج. اهلا يا ابني. ازيك يا عم؟ اتفضلوا. ازيك يا مصطفى بيه؟ الحمد لله. يا ترى عجبك المصنع؟ كان نفسي تشوف المكان. مصنع هايل يا حاج. عارف يا مصطفى بيه؟ في الأول خوفوني منه، بعدين قلت يا واد جمد قلبك، الخيرة فيما اختاره الله. ربنا يوفقك يا حاج. وأنت كمان يا ابني مبروك. أبوك قال لي إنك مسكت وظيفة كويسة في بنك. الله يبارك فيك يا عمدي، الحمد لله. ويا ترى ربطوا لك ماهية كويسة؟ ايوه عمي. كام ان شاء الله؟ حوالي 300 جنيه. ياه شويه. عمي اصل كمان في حوافز وبدلات يعني. انت لسه بتقول يا هادي، بس بصراحه انا مش فاهم انت ليه مستعجل على الجواز كده. الاستقرار. الاستقرار كويس قوي يا عمي، خصوصا لما الواحد يلاقي عروسه بنت ناس. ابن نبيل طول عمره منضبط في حياته، مش زي بقيه الشبايه ما يفكروش غير في البنات والحاجات اللي تغضب ربنا. ونعم الاخلاق. لما كلمني عن بنتك قلت له ونعم الاختيار، لانه حقيقي يا حاج مش هيلاقي احسن منك عشان يناسب. ربنا يخليك يا مصطفى بيه. وانت يا ابني عايز مين من بناتي؟ الأنسة سنية يا عمي. أنا ما عنديش مانع. متشكر متشكر قوي يا عمي. طلباتك يا حاج. أنا ما بطلبش أي حاجة إلا بالأصول. حسبي، هاتي حط هنا. مساء الخير. أهلا بعروستنا، ما شاء الله ونعم الاختيار يا ابني. لا يا بابا دي مش هي، دي أختها. ما شاء الله ما شاء الله. نرجع لموضوعنا يا حاج، احنا طبعا متفقين من حيث المبدأ. ربنا ما يجيبش خلاف. طيب بقى نتكلم في التفاصيل. قصدك يا مصطفى بيه نتكلم في الأصول.